ماشي، موضوع السند ميل بسرعة. فكرنا بالفيديو النبي عشان بنسكتك. موضوع السند ميل، أول حاجة عشان تتعامل مع السند ميل أو مع الإيميلات عموما بيحتاج مكتبة عشان تضيفها جوه الأندرويد عشان تقدر تتعامل معاها. زي بالظبط أنا عايز أبعت لمحمد حاجة من على الموبايل، بيقول لي افتح البلوتوث، وأنا افتح البلوتوث. هي دي الوسيلة اللي بتربطنا ببعض، صح ولا غلط؟ مثلا هو إيه؟ المكتبة دي فيها إيه؟ المكتبة فيها كل الأوامر اللي بتساعدك على التعامل مع الإنترنت، بس بإيه؟ مع الإيميلات. تمام؟ المكتبة دي بتنزلها على الإنترنت، بتعمل زي ما زي بالظبط لسه كنت بقول لك مع السيكوال سيرفر. الأندرويد ما بيدعمش التعامل مع السيكوال سيرفر عشان دي شركة ودي شركة تانية خالص، بس هو قال لك إيه؟ الاتنين بيزد على بعض، الاتنين ما بيستغنوش عن بعض. ليه؟ الأندرويد بيتسجل فيه لما تيجي تشيل تعمل أبلكيشن، مش هتعمله طبعًا على الطاير، على الطاير يعني بيانات داتا مش هتتسجل، عايز الداتا تتسجل جوه داتا بيز، يبقى تستخدم أي برنامج دي بي إم إس اللي هو داتا بيز مانجمنت سيستم، اللي هو برنامج بيعمل قاعدة بيانات. إيه برامج قاعدة بيانات؟ عندك أكسس، عندك سيكوال سيرفر، عندك أوريكال، عندك ماي إس كيو إل، أدي أشهر التلاتة والله الأربعة. ولا واحدة منهم منتجات شركة جوجل، ولا واحدة منهم منتج من شركة جوجل. طب أعمل إيه؟ قال لك يعني جوجل أندرويد ما يتعاملش مع دول؟ قال لك لا، بينزل مكاتب لكل واحدة من دول اللي بتعملها الشركات التانية. شركة أوريكال نزلت مكتبة، شركة مايكروسوفت سيكوال سيرفر نزلت مكتبة اللي هي مايكروسوفت. تمام؟ طبعا الأكسس مش هينزل مكتبة عشان الأكسس أساسا ما بيدعمش الشبكة أساسا. الأكسس لما تيجي تعمل أبلكيشن أكسس ما بيدعمش الشبكة، ده لو أربع أجهزة دخلوا على قاعدة بيانات أكسس بتقع اساسا، اكسس وحش جدا. فالسيكوال سيرفر واللي هي اوراكل، فبينزلوا مكتبه، المكتبه دي بتاخدها بتعمل تحملها، تعمل لها تحميل من على الانترنت، داونلود من على الانترنت، وتدخلها جوه الابلكيشن بتاعك. هدخلها ازاي؟ قال لك هتيجي هنا، هتخش على الابلكيشن بتاع حضرتك اهو، وتخش على اب لايبس، جاي من اختصار لايبرز، وتلمي تمني المكاتب هنا. المكاتب هنا اسمها دوت جار. المكتبه دي نازله فيها كل الاوامر اللي هتساعدك على التعامل مع الايميلات من خلال اندرويد. لو نزلت مكتبه السيكوال سيرفر نازله فيها كل الاوامر اللي هتساعدك على التعامل مع داتا بيس سيكوال سيرفر. تمام؟ ايه الاوامر اللي بتتعامل مع الايميلات؟ سند ايميل مثلا، هو ده اهم حاجه، سند ايميل. طيب قال لي خلاص دول نازله معاهم ثلاث مكاتب اهو، نازله معاهم ثلاث مكاتب دول. طبعا المكتبه دي بتاعت سيكوال سيرفر مش تبعنا خالص، اما الثلاث مكاتب بتوع الايميلات الثلاثه دول. طيب تيجي هنا، هتيجي في اللايبراري هنا او في بيسموها البروجكت نافيجيتور، هتختار من هنا بروجكت، فتح لك ملفات الابلكيشن، اكنك جوه الهارد، وتروح فاتح اب لايبس، هتلاقي المكاتب ايه عايز تضيفها، كليك يمين اد از لايبراري، اد از لايبراري، هتدوس اوكي. بعد ما تدوس اوكي هتلاقي نزلت لحضرتك، هيعمل يحمل، ارجع تاني للاندرويد هتلاقي نزلت كده اهي، كومبايل فايل، عمل لها كومبايلر يعني فهمها بمعنى اصح. اول ما نزلت هنا تقدر بقى تتعامل مع ملفات الايميلات. عندك بقى كود الايميل، شاشه الايميل شاشه عاديه جدا خالص زي ما انت شايف، سبجكت وبادي اهي، وزرار واحد سن. طبعا انت تعملها بقى بشكل شيك، بيستخدموها في كونتاكت اس او ابعاد شكوى، ابعاد اقتراح، تمام، وات ايفر ايا كان. خلاص طيب مين اكتيفيتي، وبرده هنجيب الكود اللي يبعت ايه اس ام اس، هنجيب الكود اللي يبعت اس ام اس. لو انت عايز تبعت اس ام اس ده موجود، هو اوريدي على فكره موجود اهو، الكود اللي يبعت اس ام اس هتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم، كان موقع كان بيبعت اس ام اس فري، اسمه ايه مشهور قوي، كنت بدخل عليه دايما. لا 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 ليه اسم، هبقى اجيبه. بيديك خمس رسائل فري، خمس رسائل فري بيديهم. الموقع ده اساسا في ميزه نازل معاه فيانت، الحمد لله، موقع اسمه فيانت اهو، ساين هي نت اس ام اس اهو، استنى اسمه ايه، هو كان اسمه فيانت اس ام اس. الموقع ده كان فيه ميزه حاجه حلوه جدا،
كان معاه الأكواد اللي أهو هو ده. ده بيجيب لك الميزة فيه، يجيب لك الأكواد اللي بتعمل سند اس ام اس من خلال السي شارب ومن خلال الاندرويد ومن خلال الاي اس بي دوت نت خلاص، ومن خلال اي لغه برمجه. يعني هو جايب لك عامل لك كمان الخدمه وجاي مديك كودها وتاخد الكود تضيفه عندك. بس طبعا من خلاله خمس رسائل بس. طبعا ايه؟ لا هو كان اسمه بي نت مش فاكر، بس عندي في البيت. هقول الموقع ده بيعمل ايه؟ بيبعت سند خمس رسائل، وبعد كده طبعا بقى انت ممكن تشتري باقه من عليه. يعني مش عارف كان بيبعت القلب، بس الحاجه الوحيده ما بيبعتش لشركه اورنج، عشان اورنج جديده. لا هو عشان لسه ما عملش كونتراكت مع اورنج، عشان اورنج جديده كان بيبعتش لزورو، ما بعتلهاش، كان بيبعت لزورو 10 وزورو 11، واكيد وي برده مش هيبعت لها. ايوه طبعا، بس خمس رسائل ماشي، خمسة بس. خمسة دي لو حد استخدمهم من عندك خلاص، يعني لو حد عميل استخدمهم خلص لك الخمس رسائل، وزي أي مصري أصيل هتعمل أكونت تاني وتستخدم خمس رسائل بس وخلاص. مفيش مواقع بتبيع الموضوع ده؟ هو بيديك خمس رسائل، بعد كده بتشتري الألف رسالة بباقة زي باقات كده وبتشتري. دي أحسن من المواقع اللي عندهم لا لا لا، هنا والله كان مش عارف مش عارف ال 20 يورو كان بيعمل كده، بس انا استخدمتها لشركه، عملتها لشركه بتعمل موقع، عملت لهم موقع واستخدمنا الحركه دي. يا ريت المفروض تبعتها على الواتساب. هبعت لكم الاسم واحنا هناخدها ان شاء الله باذن الله. المهم ادي الشكل زي ما انت شايف، شكل عادي جدا، عنوان الرساله والبادي بتاع الرساله. اول حاجه تدوا له اليوزر نيم والباسورد بتاع الميل. طبعا ده ميل شخص عندنا هنا في الكورس، بس هو كان مستغني عنه يعني. خلاص اول حاجه تدي له اليوزر الايميل بتاعك والباسورد بتاعك اللي هيبعت منه. طبعا ما انت هتقول لي انا احط الباسورد بتاعي، ما انت اكيد الباسورد هتحط من الشركه. هو لما جالك منين دلوقتي؟ هتلاقي جالك من الميل ده، لما جالك من علي اندرو علي 2017 اللي هو اندرويد يعني. تمام، بعد كده الميل هنا بقى خصائص الميل. اول حاجه بيعمل اوثنتيكيشن ان هو يقدر يبعت ميل، بعد كده الستارت تي تي ال اس اللي بتدعم عمليه السند، بعد كده بتدي له الهوست الجيميل والبورت بتاع الجيميل 587 او 487، دي البورتات بتاع الجيميل عشان انت الميل بتاعك على مين. الياهو ليه رقم، لو كتبت على هتلاقيه موجود على جوجل اهو، ياهو بورت نمبر 465 اهو، هتلاقيه قال لك 465 اهو، واخد بالك؟ اس ام تي بي، هتلاقي الجيميل ليه رقم، تبقى حاجات ثابته 587 معروفه، هو 487 على فكره، 587 وبياخد 487 برضه. طيب دي الخصائص بتاعتها. بعد كده بيعمل سيشن، السيشن دي بياخد اوثنتيكيشن عليها انه يقدر ياخد الباسورد ويتعامل بيه. تمام، طبعا انتوا عارفين اي حاجه على الانترنت تسمى سيشن، وانا قاعد انا وانت كده بتسمى سيشن انا وانت. تمام، فهو بياخد بيفتح لنفسه سيشن عشان يقدر يعمل اوثنتيكيشن، يقدر يشوف اليوزر نيم والباسورد دول. بعد كده يبعت مسج بقى، عرف متغير من نوع مسج بيزد على مين؟ على السيشن اللي فتحها، فهو ستيل لسه في السيشن اللي هو داخل باليوزر نيم والباسورد بتاعه. بعد كده اي مسج ليها فروم وليها تو، صح ولا غلط؟ ادي فروم، ادي اللي هيبعت منه، وتول اللي هيبعت ليها، وليها سبجكت وليها ايه؟ بادي، مش اي مسج كده؟ سبجكت التايتل، قلت له خدها من التكست، وست تكست البادي بتاع الرساله خدها من التكست عشان تبقى دايناميك، والمفروض هنا ده يبقى ثابت ولا متغير؟ تو، لا تو ده متغير، اما فروم هو اللي ثابت، تمام؟ اهو يبقى تو، اروح جاي بعد كده واعمل ايه بعد كده؟ سند كده بعت رساله، قال لك تراي وكاتش دي بتاعت ايه؟ عشان لو
وارد انه يحصل ايرور اثناء وهو شغال. قال لك مسجنج اكسبشن، قال لك طلع لي الايرور. يعني ممكن هو بيبعت رساله لقى الميل ده مش موجود مثلا، بيبعت رساله حصل عليها اتاك مثلا، فحصل مشكله، الانترنت فاصل. مش دايما مشاكل دي تراي وكاتش اللي احنا خدناها المره الايه المره اللي فاتت، اللي هي تراي وكاتش بيمسك الخطا اللي ايه وقع فيه، بعد كده بيعمل ايه كاتش، بعد كده بيطلع توست ستارت. نفذ بقى الامر ده كله، طلع توست، قول لي ايميل سند دم، اتبعت خلاص. ده كود ثابت ما بيتغيرش اهو، اللي كل الفكره هيتغير. وممكن تخلي لو انت عملت كده، نزلت ده كده تحت شويه ورحت نزل، اعمل بس كلير كلير للكونسترينت، نزلت ده ونزلت هنا وده كده، ورحت نزلت تكست تاني للايميل وسميته تي اكس تي. ثواني بس بيهنج، يبقى الموضوع دايناميك اكتر بقى. بالظبط تو كذا على طول. طبعا هي الحركه ديت انت المفروض لما نيجي نعملها في ابلكيشن، احنا الحركه دي احنا استخدمناها اول امبارح مع الناس اللي خلاص بيفنشوا، يعني خلاص هيخلصوا الاسبوع الجاي. عملنا ايه؟ عملنا سند سجست او كومبلين شكوى، تمام، ويدخل اوتوماتيك، مش هو بيعمل ريجستر مديني الايميل واليوزر عامل لوجن، انا باخد مين الايميل اللي هو ايه مسجله له. اصل انت هنا معلش هنا تي اكس تي ايميل، ما هي دي مش منطقيه برضو. ماتش بيرنت اهو سيف، لا وهروح جاي هنا معرف له متغير اهو ايديت تكست تي اكس تي اي، واروح عامل له انشاليزيشن تي اكس تي اي، هيتعامل مع تي اكس تي ايميل، واجي بدل الميل اللي هيبعت لي اكتب ايه دوت جيت تكست دوت تو سترينج. كده انا لما اجي اعمل رن هخليه يكتب مين الايميل، ويكتب العنوان الرساله، ويكتب الشكوى، ويدوس سنت. برضه منطقيه، في ناس بتعمل كده، خلينا نكتب الايميل، في ناس تخلينا نكتب الايميل خلاص. دي حركه ثانيه بقى تستخدمها في الحته دي، فيها ايه؟ اي منتج جديد يتضاف على الابلكيشن، ودي برضه عملناها معاهم، اوتوماتيك ياخد اسم المنتج بسعره يبعت ميل بيه لكل الناس. اي منتج جديد يترفع على الابلكيشن، وهو الادمن دخل النهارده مثلا عاملين موقع عن كتب، ضفت كتاب جديد النهارده، كتاب نزل جديد على الايه على الابلكيشن، اروح عامل سيف، هيترفع على الابلكيشن مع الزرار ده. عامل كودين، كود يسيف الابلكيشن، يسيف الداتا، وكود يبعت سند لكل اليوزرز اللي عندي، يبعت سند لكل اليوزرز اللي عندي. يبقى انت كده ايه كل اللي عندك بقى بتبعت له ايه ايميلات زي النوتيفيكيشن كده، فازاي الايميل زي الفيسبوك، الفيسبوك بيعمل كده، اي حاجه بتجي لك تلاقيها جايه لك على الميل، وعمال عمال يملى لك الميل، صح ولا غلط؟ فهي دي يعني ليها كذا استخدام، ما تستخدمهاش بس في حته ايه. هي سند حلوه جدا، حركه انك تخلي الابلكيشن ده يبعت سند ميل، دي حركه كويسه. بلس بقى الاس ام اس بقى، بس الاس ام اس هم بس ما حدش بيستخدمها عشان مكلفه بس، مش اكتر. بتلاقي نفسك دي كل مره ايه بتدفع اهي، ادي فتح طبعا، بص بايظه ازاي طبعا عشان محتاجه الانفر كل سنه. كان عندنا هنا موقع شايف اسمه كتبي، ده اللي احنا عاملين بيه الابلكيشن اهو. ايه الموب ايه ده؟ لا سوري ده ميل كي او تي او بي اي اي 2018 صح؟ @gmail.com. هنكتب اي حاجه مثلا كده، انا بقيت بكتب الايميل، الايميل بقى مش الكود ثابت جوه اهو، مديني تكست تكتب الايميل فيه، واكتب اي حاجه جي 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 جي, جي اي حاجه، والبادي بتاع الرساله هاي
مبروك يا اي حاجه سنت. قال لي ايميل سند ده المفروض هيجي هنا دلوقتي في البريد دلوقتي. اهو جي 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 هتلاقي هاي لوكي وانا مش عارف ايه كده. بقى انت ايه الايميل مش ثابت بقى، كنت جوه بكتب ايه الايميل ذات نفسه، هنا بقى الايميل مش ثابت، بكتب انا من جوه بيكتب هو الايميل اللي هيبعت منه او يبعت ليه واروح دايس كذا خلاص. وهتلاقيه بقى ايه يعني الحته دي الميزه اللي فيه انه فاتحها من جوه يقدر يوصل لك الايميلات. يعني انا دلوقتي انا بعت كام ايميل من علي؟ 3 4 لحد 2، وبعت ليك وبعت ليا دلوقتي. هتلاقي عند علي لو دخل بس على الرسائل المرسله اللي هو السنت هتلاقي موجود الرسائل دي، كانه فاتح الاكونت بتاعه عادي وبعت منه، كانه فاتح الاكونت بتاعه وبعت منه خلاص. دي فكره الايه السند ميل. وقف دي برضو.